اجتماع غريب عنا بالاسي بي سي بدنا نعمل واي ال بي اربعة، ما كنا بنعرف لا وين ولا شو، ومعنا اسبوع لنعمل تدريب ولنلاقي 30 شخص ونعمل معهم بوت كامب ونطلع بعدين على بي 3 يتأهلوا على المؤتمر الاقليمي. بس الفكرة الاسبوع مستحيل كان نعمل بوت كامب، فاجت فكرة الويبينر. كان عدد العالم اللي حضروا الويبينر حوالي 1500 شخص بين الخمسة ويبينرز، وعدد الابليكيشن اللي وصلونا حوالي 126 إذا ماني مخربط بالرقم، وفلترناهم لوصلنا لعشرة، من عشرة بلشنا بعدين التليفونات، من التليفونات اليوم وصلنا لهالثلاثة. لا ظريف انه نحن لما بلشنا كنا عم نتصرف كل يوم بيوم، يعني كنا ما بنعرف وين المؤتمر، بس نحن قدرنا نطالع السوريين عليه. السنة الماضية لما عملنا وساوينا وعملنا البوت كامب يس وطلعنا بالثلاثة وخلاص الأمور ظابطة، وحساس أردن سهلة ما ظبطت. فالسنة كنا عم نراهن على كثير شغلات مثل اليوم طلعنا ما بنعرف هلا إذا نوصل، وقفونا بمصر، لقونا بتونس. إذا شفتوا هذا الفيديو معناتها حد لقونا بتونس، نحن معكم. ما شفتوا معناتها نحن ما جينا. قدرنا نصور بالمطار، اجوا لعنا وقالوا لنا ما في تصوير، فنحن هلا عم نصور خلصة. هلا نحن عملنا بوردينج، وصلنا بالفري زون، هلا متجهين بعد شوية طيارة مصرية. يوجد اطلاع على التكنولوجيا اثناء التجول في المبنى. شكرا. كنا لازمين ببعض هيك على فكرة، هو قربنا بس الفكرة انه هي انا. السلام عليكم. شو هاد؟ يعني السيشن اول شيء كنت انا وياك وانسا، وعملنا اورينتيشن على الويبينار، وعملنا اورينتيشن على واي ال بي، شو هو واي ال بي. بعدين بلشنا ديزاين ثينكينج، جبنا محمد سامي مؤسس مرجع شاف مشكلاتنا، بعدين حكينا عن جندر ايكواليتي، واخيرا ديزاين ثينكينج، واخر شيء كان يعني اورينتيشن كيف نعبي يعبوا الاستماره والي البي. وهلا احنا معنا ثلاث شباب، صبيتين وشاب، عندهم مشاريع وحابين ياخذوا الدعم فيها. كانت حلوه انه كثير عالم دخلت عليها، ما صار في انه حد معين. يعني انا بالنسبه لي لو كانت الاجتماعات على الارض بدهم يلتقوا انا كان ما راح اقدر اني احضر. هلا كانت نوعا ما يعني تجربه حلوه، يعني انك تشوف اشخاص مثلا من اكثر من مكان، من اكثر من مكان بالعالم عم بيحكوا معكم، عم بيحكوا معنا على الويبينار. فكانت فيها افكار جديده، وفيها يعني تعمل مثل ما بيقولوا انه اثر كبير، انه وبتنتشر بشكل كثير كبير مثل هيك قصه. فكان في كثير اعداد لاشخاص عم بيحضروا، فكنا نعمل شات مع بعض، النت قطع عندي، النت قطع عندك، النت اشتغل عندي، طالع عندك البس وطالع، في صوت ما في صوت، فبتشوف هدول القصص كلها. فانه نوعا ما كان شيء حلو. مشروع لحالك بتقدري هو مشروع توعوي تنموي تعليمي موجه للفتيات بشكل عام، ومن الفتيات من عمر 3 سنين ل 23 سنة بشكل خاص. هو باللغة العربية، فهو موجه لأي بنت عربية، ولكن بالجزء يلي هو فيه ورشات تدريبية فهو موجه للفتيات بسوريا. هلا تشينج ميكرز هي مبادرة بلشت بسوريا، هدفها هي الأساسي كان إنه يعني تعلم اليافعين والشباب مهارات البرمجة الأساسية، بحكم إنه هي شيء للمستقبل كتير مهم.
ريلي هو تطبيق موجه لفئتين، للطلاب بالمراحل الدراسية الأولى ولطلاب الجامعات. هو تطبيق واقع معزز، حيكون عندك كتاب وحيكون في عنا نحن داتابيز وقت انت بتعمل سكان للكتاب عن طريق التطبيق، رح يطلع عندك على الموبايل أو على التابلت اللي انت عم تستخدمه، رح يطلع عندك مجسمة ثلاثية الأبعاد فينك تتحكم فيها. نحن بريلي ما بدنا نعمل كتاب تعليمي ونروح نطالع معه الأوغمنتد رياليتي تبعه، نحن بدنا نفوت التقنية الواقع المعزز لجوات المدارس والجامعات. في تقرير طلع، انه تقرير من شي سنتين طلعته جامعة استرالية غالبا الجامعة، قالت فيه انه بال 2030 80% من الوظائف موجودة حتتطلب مهارات البرمجة بشكل أساسي. فهذا بيعني انه مهارات البرمجة حصير حاليا مثل يعني بالمستقبل مثل الكمبيوتر سكيلز بهالأيام، فهي شيء أساسي. فإحنا من هذا الموضوع انطلقنا فكرة تشينج ميكرز. المشروع هو عبارة عن 4 أقسام. قسم الأول فيه الرئيسي هو كتاب بيحوي 100 قصة لفتيات ناجحات. هلأ الرسومات تبع الشخصيات رح يكون برسمة 100 فنانة عربية موهوبة. هذا الشيء كمان هو رح يكون جزء من الإلهام للمتلقي أو اللي عم يقرأ. وصلنا بعد سفرة ضلت 12 ساعة. 12 ساعة عم نوثق كل الرحلة كنا، بالإضافة إلى كل الشغل اللي كنا عم نشتغله مع الشباب بالبداية. هلأ عم منتج الفيديو، ساعة صارت 3 الصبح، وثبتنا شي ساعتين 3 لنخلص، فإن شاء الله نخلص مشان تشوفوه. إذا بدنا نحكي عن خصوصية YLP سوريا، فهي كتير تجربة خاصة بالنسبة للسوريين، لأن السوريين مرقوا بحرب مدتها طويلة 8 سنين، انقطعوا عن العالم الخارجي للأسف، خلتهم يكونوا بعاد عن أي فرصة متاحة لكتير شباب، صار صعب كتير السفر، صار صعب كتير التنقل. فاليوم نحنا كتير حاسين إنه أنجزنا شيء كتير كبير، إنه نحنا اليوم موجودين بتونس، وصلنا لتونس مع الكل، يعني مع اللي ممثلين على المنظمات اللي بتشتغل مع الشباب اللي هن كانوا فريقنا بـ YLP سوريا، مع الكل شباب اللي هن مشاركين هلأ معنا بـ YLP فور. فنحن اليوم كتير متحمسين لأنه هي نقطة بداية لهم، هي نقطة انطلاق لمشوار كتير طويل مع YLP.